بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام البنات، كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله أخواتي رايحة نشارك معكم مسمن، يعني أول مرة إن شاء الله راح تشوفوه في مطبخ منوءات أم حفصة. هو مسمن لكن بطريقة غير معتادة. المهم خواتاتي، هذا المسمن يديروه كثير أهلنا في مصر وأهلنا في فلسطين، ويسموه الفطير المجلش. لما مانيش شافي على الأسمية صح، لكن هكا كيقولوا له الفطير المشرتل أظن. المهم هو نفس المسمن تاعنا لكن بطريقة مختلفة. اليوم إن شاء الله راح تشوفوه، سهل جدا يا البنات، يعني وما يديش معكم الوقت، وأحسن يعني من اللي تعملي مسمن وطيبي بالوحده. هذا يعني يجي مورق طيبيه مره واحده في الكوشه. المهم هذا يطيب في الكوشه. المهم ان شاء الله راح تشوفوا معايا الطريقه، تبقوا معايا لنهايه الفيديو وراح تشوفوا معايا الطريقه بالتفصيل. المهم خواتاتي، نبداو المقادير. طريقه التحضير عندي هنايا انا يا خواتاتي، عندي هنايا كيلو تاع فارينه، كيلو فارينه، وعندي هنايا الملح. هذه في البدايه نخلطوا العجينه تاعنا بماء عادي فاتر من ملح حنفيه. عندي هنايا هذا الملح، ما نديرو له لا خميرة لا حتى حاجة يا البنات، ما نديرو له والو. هذا المسمن ما يندير له حتى شي، غير الملح، غير الملح ولا غير الملح، ونعجنوه بالماء هذا فقط ان شاء الله. ما نعجنوهش يعني كثير، نعجنوه فقط قليلا ونتملمو العجينة تاعنا. صح صراحة يا البنات يجي روعة، يعني درتو بزاف للناس وعجبهم بزاف بزاف. انا نخلط العجينة تاعي البنات ونرجع لكم ان شاء الله. البنات كما راكم تشوفوا هاني جمعت العجينة تاعي. شوفوا البنات، مهم يعني ما تسحقش انك تدلكيها مليح مليح، مهم تجمعيها، تدلكيها مدة 5 دقائق وتكون على هذا القوام. المهم يا البنات تكون على هذا القوام، ما تكونش طرية بزاف، ما تكونش يعني عجينة المسمن، العجينة تاع المسمن العادية اللي نعجنو بها المسمن تاعنا. هذه هي المهم، هي ما تحتاج انك تدلكيها، يعني تدلكيها وتضيعي عليها جهدك. المهم نخلوها ترتاح فقط، هذا ما كنخليها ترتاح شوية ومن بعد كنرجع معكم. البنات كما راكم تشوفوا بعد ما ارتاح عندي هنايا المسمن تاعي، واش نديروا البنات؟ نحكموا المسمن تاعنا ونقرصوه عادي كما المسمن تاعنا اللي نقرصوه بهذه الطريقه. المهم البنات انا هذه تعمل لي ممكن 15 وحده ولا 12 حبه، المهم لازم 12 حبه ولا 10 حبات ولا، المهم باخدش، لانه هذا المسمن راح نديروه وحده فصت وحده، ماشي على بها. قلت لكم لازم تعملوا كيلو تاع فارين. نقطع كاع المسمن اللي عندي بهذه الطريقه البنات، نقطعو ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات راني قطعت المسمن تاعي البنات، نخليه يرتاح شويه ياك، نديرو شويه تاع زيت ونخليه يرتاح. من بعد نجيو المرحله كيفاش نقرصوا هذا المسمن وكيفاش راح تشوفوا ان شاء الله الخطوه ان شاء الله معايا بالتفصيل. خليه يرتاح شويه يا البنات ونرجع لكم. البنات ها هي العجينه تاعي بعد ما ارتاحت، غطيتها بالبلاستيك بعد ما ارتاحت البنات، واش نديرو؟ المهم شوفوا اخواتاتي، السر في هذا المسمن ولا هذه فطيرة المشرتل، السر تاعها يا البنات الزبدة. ها هو انا كنت مذوبة هنايا الزبدة، كنت مذوبتها المارغرين، كنت مذوبتها، هذه هي اللي راح نخدمو بها يا البنات. واش نديرو؟ اول حاجة نبداو
لازم هذا العجينه نغطسوها كامل هنا في الزبده بهذه الطريقه، نغطسوها في الزبده. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. بهذه الطريقه يا بنات نغطسوها هاك في الزبده. من بعد يا بنات نجو ونبداو نخبزوها، نفتحوها بهذه الطريقه عادي كما المسمن تاعنا نفتحوها. المهم البنات خلوها ترتاح، انا ما خليتهاش ارتاحت بزاف، باش تبدا تقرص لكم بالخف لازم تخلوه ترتاح على الاقل مده 10 دقائق ولا 15 دقيقه. انا خليتها مام با 5 دقائق لاني مغاصبة عليها. المهم خواتاتي بهذه الطريقه نفتحوا لها بصح الزبده، راح تعطيها قرمشه روعه روعه يا بنات. هذا المسمن غير جربوه، وحاش تندموا، وحاش تندموا عليه البنات. جربوه جربوه، تجيكم ضيف ديروه له راح يحمر لكم الوجه، وثاني يعني ما يطولش معكم. المهم هذه هي البنات نديروا له كيما هاك، نحطها على جهه ونزيد معكم، نزيد نغطس واحدة أخرى عجينة أخرى في الزبدة بهذه الطريقة. نخبزوها نفتحوها. هو البنات كي يكون مرتاح معكم في ساعة يتفتح، بصح عادي راح نفتحو ونديرو هذه نديروها الوسط هنا ونبلعو عليها بهذه الطريقه. بهذه الطريقه نحطوها بجنب، نزيدو نديرو واحدة أخرى بهذه الطريقة. المهم البنات كملوا بهذه الطريقة، يعني أنا ندير خمسة مع بعضهم وخمسة مع بعضهم. أنا عندي هنايا مثلا، أنا عندي هنايا أنا درت 11 من الكويرة، ندير ستة مع بعضهم وخمسة مع بعضهم. إن شاء الله تكونوا فهمتوني، فهمتوا الطريقة كيفاش. نفتحوا العجينة تاعنا، نضيفوا العجينة هذيك ونزيدوا ثاني شوية تاع الزبدة باش هكا كتجينا مقرمشة وزينة. هاد الطريقة البنات نكمل ونرجع لكم باش ما يجيناش الفيديو طويل. البنات ها هما الفطيرات نتاعي او المسمنات نتاعي اللي كنت خدمتهم معكم، كنت فتحتهم. ها هي واحدة عملت فيها هنايا ستة، وهذه عملت فيها خمسة كما راكم تشوفوا البنات. وراني مشعلة الفرن، انا مشعلته من الفوق ومن التحت. لكن عندك الفرن تاعك يشعل من الفوق ومن التحت احسن تشعليه من الفوق ومن التحت، واذا كان الفرن تاعك يشعل غير من التحت ديريها من التحت، شعليه من التحت، نهار يطيب من التحت عاودي شعليه من الفوق وخليها تحمر. المهم خواتاتي انا عندي هاد الطاجين
عندي هاد الطاجين راح نطيب فيه، هاد الطاجين ثقيل احسن نطيب فيه طاجين يكون ثقيل، باش هكاك يعني هاد الفطيره تاعك طيب لك من الداخل وتجيك زينه وتجيك مقرمشه، ما طيبيهاش في حاجه خفيفه. المهم لكن عندك حاجه ثقيله طيبيها، ولكن ما عندكش هفتي عليها الكوشه وخليها تطيب في خاطر. المهم انا عندي هاد الطاجين راح نطيب فيه، وعندي هنايا هاد الزبده اللي بقات لي ان نديرها هنايا في هاد الطاجين، الطاجين نمسح فيه هذيك الزبده البنات بهذه الطريقه، ونجيب يعني الفطيره تاعي هذه، هذه الفطيره تاع البنات نحطها في هذا الطاجين، نبعد عليكم هذه ونجيب الطاجين تاعي هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي، نجيب الطاجين تاعي هنايا ونفتح الفطيره تاعي بهذه الطريقه، نفتحها بذاك الطاجين بهذه الطريقه. نفتحوها كامل خبزة على شكل خبزة بنات بهذه الطريقة، والكوشة تاعي أنا راها سخونة، نمشي نديرها في الكوشة بهذه الطريقة البنات، ونخلوها تطيب. بعد ما تطيب إن شاء الله هي الراسة راح تتنفخ ليكم كامل، راح تتنفخ وراح تجي مقرمشة البنات، تجي روعة هذه الفطيرة هذه. المهم أنا بعد ما خبزتها معكم كما راكم تشوفوا راني وريتكم الطريقه بالتفصيل، نمشي نديرها في الكوشه، من بعد ما تطيب ان شاء الله راح تشوفوها ان شاء الله باذن الله على طاوله التقديم. البنات ها هو المسمن تاعنا حاضر، او فطيره المشتل ها هي حاضره معنا يا البنات. شوفوا كيفاش يجي داير هذا الفطير، قدمتم على تاي البنات تقدروا يعني تجهزوه في فتره المساء او في فتره الصباح لوليداتكم لالاتكم وحتى ضيافكم، يعني صراحه يعني مسمن يحمر الوجه. شوفوا البنات راح نقسم لكم تشوفوا هذا، شوفوا يا البنات جا مقرمش روعه، شوفوا البنات كيفاش يجينا روعه يا البنات، ويجي مرق كما راكم تشوفوا البنات، ها هو يجينا مرق يا البنات صراحه يا البنات روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوه تفرحوا به الايلات تاعكم، ولا عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنساونيش بالاشتراك والجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.